مخ الإنسان عجز عن فهم مخ الإنسان. دي أكبر معضلة ومضلعة بتواجه الجنس البشري. أنا عندي مخ وبمخي ده مش عارف مخي ده بيفكر ازاي. هي دي بقى الثغره اللي استغلها علماء علم النفس عشان يقولوا ان احنا عندنا علم نفس، بينما الامر في حقيقته هو انه ازاي ادرب مخي على ان مخي يعرف مخي بيفكر ازاي. الموضوع سهل وبسيط. انا اقول لكم توصلت، انا عملت ابحاث يعني ما خدت كده وقت طويل جدا مني، حوالي 8 ايام بعمل ابحاث عشان اتوصل لهذه النتيجه. ليس الموضوع بصعب اطلاقا. نفكر مع بعضينا ونركز. هوب تلاقي الحل يجي.